السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض حل أسئلة الدرس الخامس والسادس من الوحدة الرابعة الترم الأول. هنبتدي كده مع بعض. عندنا أول التمارين بتاعتنا على الفوكابس page 248، صفحة 248. عندي أول سؤال خالص بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة من A, B, C أو D. Number one, Summer traveled to the USA. Summer suffered للولايات المتحدة الأمريكية to receive an award عشان تستلم جائزة. The word award, كلمة award اللي هي الجائزة دي here means prize، معناها هنا إيه؟ جائزة prize. Number two, حبيبة مرزوق is a top gymnastics player. هي لاعبة جمباز، هي أفضل لاعبة جمباز. 3. The controls all parts of our body، بتحكم في جميع أجزاء جسمنا، يبقى brain اللي هو المخ. Dream Park اللي هي Dream Park is one of the biggest parks in the Arab world، أكبر إيه حديقة في العالم العربي، يبقى Theme Park اللي هي مدينة الملاهي. 5. My grandfather has many things in his life. جدي له العديد من الأشياء في حياته. I am very proud of him. أنا فخور جدا بيه. يبقى achieved، حقق الكثير من الأشياء في حياته، عشان كده أنا فخور إيه بيه. 6. It was windy. تمام؟ في رياح. But that is good، ولكن بس ده جيد. If you want to، لو انت عايز تذهب لي wind surfing اللي هو رياضة ركوب الأمواج، رياضة ركوب الأمواج. 7. I got a prize for my art، أنا حصلت على جائزة بسبب الفن بتاعي. And then I decided I would like to be a or an one day، بعد كده أنا قررت إن أنا أحب إن أنا أكون إيه في يوم من الأيام an artist، إن أنا أكون فنان في يوم من الأيام. 8. is an exciting water sport، هي رياضة مائية مثيرة اللي هي wind surfing، رياضة ركوب الأمواج. 9. now I add a charity of children with dyslexia. I volunteer، أنا متطوع في مؤسسة خيرية للأطفال اللي هم عندهم ديسليكسيا اللي هي صعوبة في القراءة، عندهم صعوبة في القراءة. I write the important events of my life on my، أنا قرأت الأحداث المهمة في حياتي في التايم لاين. في التايم لاين بتاعي. A is the thing that tells you how you have done in the exam، يبقى ايه هو اللي بيقول لك انت عملت ايه او ازاي عملت ايه في الامتحان، يبقى result اللي هي النتيجة، النتيجة بتاعتك اللي بتقول لك انت عملت ايه في الامتحان. 12. is a learning disability which affects reading and writing، هي إعاقة في التعلم، هي بتأثر على القراءة والكتابة اللي هي ديسليكسيا، اسمها ايه؟ ديسليكسيا. 13. two means to find out some new information about something، معناها انت تجد بعض، find out some new information، تجد بعض المعلومات عن حاجة معينة، تبقى discover يكتشف. 14. The dinosaur was a huge animal. The antonym of huge is huge. الديناصور كان حيوان ضخم، عكس كلمة huge يبقى tiny، صغير جدا. huge ضخم، ضخم جدا، عكسها tiny صغير جدا. 15. educate has the same meaning as، كلمة educate اللي هي يعلم اللي هي نفس المعنى لي teach، يعلم. The suffix turns the verb swim into a
noun. اللاحقة ايه بتحول الفعل swim لاسم تبقى swimming. S W I M M I N G بنضاعف حرف ال M. ال M بنضاعف حرف ال M swimming. 17 The box was huge. البوكس كان ضخم أو كبير. That he couldn't lift it. فمش قادر إيه يشيله. The word huge means very. كلمة huge معناها very إيه big. كبير جدا. My uncle lives in a nearby town. عمي عايش في قريبة في مدينة قريبة أو المدينة المجاورة. The nearby. The word nearby. كلمة nearby معناها close to. Close to. Ayman learned to make his bed alone. يبقى Ayman اتعلم ازاي يعمل او يرتب سريره لوحده. يبقى how to make his bed alone. ازاي يرتب سريره لوحده. My school is far from my house. مدرستي بعيدة عن ايه البيت. يبقى far بيجي معاها from. تمام. بعد كده تشوف مع بعض general exercise. بعد كده عندي general exercises. هنا مفيش grammar على الدرس الخامس والسادس. فعندي هنا general exercise on lessons 5 and 6. Finish the following dialogue. أحمد and حازم are talking about sports. أحمد وحازم بيتكلموا عن وحازم بيتكلموا عن الرياضية. Good morning, good morning. Can I ask you some question؟ لأن ممكن أسألك بعض الأسئلة. طبعا هنا السؤال إيه؟ Yes, of course. Yes, of course. بعد كده عندي السؤال. بعد كده my favorite sport is weightlifting. اللي هو الرياضة المفضلة عندي هي رفع الأثقال. فهنا بيسألوا عن إيه الرياضة المفضلة عندك. What's your favorite sport? What's your favorite sport? My favorite sport is weightlifting. Weightlifting builds the muscles. بيبني العضلات. So I can lift from 40 to 50 kilograms. أنا بقدر أرفع من 40 ل 50 كيلوغرام. إيه الوزن اللي أنت بتقدر ترفعه؟ What weight can you lift? Can you lift? Hello. What من 40 ل 50 كيلوغرام. What about you? ماذا عنك؟ قال له do you like judo? I do judo. بيمارس رياضة الجودو. Do you like judo? Yes. ممكن هنا بقى حسب الإجابة. Yes I do. ممكن أو ممكن لا. السؤال اللي بعد كده. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة من A, B, C أو D. A is the final number that people or teams get at the end of an exam or sports match. Is the final number هو الرقم النهائي الأشخاص أو الفرق بتحصل عليه في نهاية الامتحان أو المباريات الرياضية. تبقى result اللي هي الايه النتيجة في آخر الامتحان أو الماتش. You should work hard to reach your goals. المفروض تشتغل بجد عشان توصل لأهدافك. Reach here means achieve. كلمة reach معناها achieve يحقق أهدافه أو يصل لأهدافه. The suffix اللاحقة can turn the verb ممكن تحول الفعل windsurf into a noun لإسم. يبقى windsurfing مارس رياضة ركوب الأمواج. 4 The prefix an البديع an has a meaning. has a negative meaning تدي معنى الإيه معنى النفي زي happy unhappy. 5 The antonym of hard is عكس كلمة hard is easy. صعب عكسها سهل. enormous had the same meaning. enormous معناها هائل أو ضخم. بيدي نفس المعنى لـ huge. معنى كلمة enormous huge. نخش بعد كده على السؤال الثالث.
Read and complete the text with words from the following test. اقرأ وأكمل النص باستخدام الكلمات الموجودة في الليست. Painted يرسم أو يدهن. Paint في الماضي هنا بعد كده paint يرسم أو يدهن. Understand يفهم. Easy سهل. Difficult صعب. Life حياة. I was born in Cairo. أنا ولدت في القاهرة. And I have lived there all my وأنا عشت هناك all my life طوال حياتي. When I was little لما كنت صغير I always loved to draw and لما كنت صغير كنت دايما بحب ان انا ارسم و ادهن paint draw and paint يبقى عندي life number 1 paint number 2 but I found reading and writing very لكن انا وجدت ان القراءة والكتابة very difficult I didn't always the lessons and I was really and it was really hard انا ما كنتش دايما بفهم I understand انا ما كنتش بفهم دايما كل الدروس وكان فعلا الموقف كان كان فعلا صعب I thought I wasn't very clever انا كنت بعتقد ان انا ما مش ذكي يبقى عندي number 1 life number 2 paint number 3 difficulty and number 4 understand تمام عندي كده مع بعض I was born in Cairo and I have lived there all my life when I was little I always loved to draw and paint but I found reading and writing very difficult at school I didn't always understand the lessons And it was really hard. I thought it wasn't very clever. نيجي بعد كده للباراجراف. A review on things that you have achieved. هنا هتكتب حاجة عن حاجات انت حققتها. حاجات شخصية. او حاجات في حياتك انت حققتها. هنا طبعا احنا بنكتبه او بنقرأه ده مثال ممكن تكتب زيه في عن حاجة انت خاصة بيك انت. تمام? هنبتدي نقرأ كده مع بعض. هنقرأ مع بعض كده من اول. It says that situations are the best teacher. بيقول إن المواقف هي أفضل معلم. When I was young, لما كنت صغير, I had a dream, كان عندي حلم, to be the best student in English. إن أنا أكون أفضل طالب في اللغة الإنجليزية. Because I love my English teacher. عشان بحب مدرس اللغة الإنجليزية بتاعي. And he always encourages me. وهو دايما بتشجعني. I wanted to be perfect at English like him. كنت عايز أكون جيد مستقل جدا في أو أكون مثالي جدا في الإنجليزي زيه. After school بعد المدرسة I always saved my pocket money. دايما كنت بوفر الفلوس اللي أنا باخدها to buy English books عشان أشتري كتب إنجليزية for higher levels than I am in. في عن إن أنا أشتري كتب يعني أعلى مستويات أعلى من اللي أنا فيه. Went home and finished my study. دايما كنت بروح البيت وبأنهي وبخلص الدراسة بتاعتي المذاكرة بتاعتي. Then I read these books. بعد كده أقرأ الكتب دي. Wrote my notes. وأكتب الملاحظات بتاعتي. And talk to myself in English. وأتكلم مع نفسي باللغة الإنجليزية. I have learned all about grammar, vocab, and writing paragraphs. وتعلمت كل حاجة عن الجرامر والفوكاب والكلمات وكتابة الباراجرافات. In monthly tests at school I always got the full marks. في الامتحانات الشهرية في المدرسة دايما بحصل على الدرجة النهائية. My class teacher asked me to talk in English in the morning school broadcasting. مدرس الفصل طلب مني او سألني ان انا اتكلم باللغة الانجليزية في الاذاعة المدرسية الصبح. All my friends admired me and told me that I am the best at English. كل أصدقائي معجبين بيا وقالوا لي إن أنا الأفضل في اللغة الإنجليزية. I have decided to be an English teacher when I grow up. قررت إن أكون مدرس لغة إنجليزية لما أكبر. تمام؟ نقرأ مرة واحدة بعد ما ترجمناه. نقرأ كمان مرة. It said that situations are the best teacher. When I was young, I had a dream to be the best student in English because I love my English teacher and he always encourages me. I wanted to be perfect at English like him. After school, I always saved my pocket money to buy English books of higher levels than I am in.
I always went home and finished my study. Then I read these books, wrote my notes, and talked to myself in English. I have learned all about grammar, vocabulary, and writing paragraphs. In monthly tests at school, I always got the full mark. My school teacher asked me to talk in English in the morning school broadcasting. All my friends admired me and told me that I am the best at English. I have decided to be an English teacher when I grow up. وبكده طلاب الاعزاء نكون انتهينا من حل اسئله الدرس الخامس والسادس من الوحده الرابعه. اتمنى طلاب الاعزاء ان تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في اي سؤال او اي استفسار تحت امركم في اي وقت. شكرا لكم، بالتوفيق دائما ان شاء الله. انتظرين ان شاء الله مع في حل امتحان الوحده الرابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.